طرابلس اسمها طرابلس الفيحاء، ما كان يعرف منه الا ريحه الورد وريحه الزفار يعني ريحه الليمون. وطرابلس ما بتقدر تكون الا عيش مشترك مع كل الطوائف، ما بتقدر تكون لحالها وما بنرضى لحدا يجي يقسمها لحالها مين ما كان يكون نقطة على السطر. نحن خلقنا من صغرنا كلاتنا عايشين مع بعض، مسلم مسيحي جبل وتباني، ما بحكي طائفيه لان انا بني كلاتنا اولاد البلد. كل السياسيين كذابين، بس بتمنى تحطوها على التلفزيون، كل السياسيين من كان 8 خيار او 14 بتنجين كلهم كذابين، وهن جايين ليخلونا نقتل بعض. نحن حن اولاد البلد، خلقنا هون وحنموت هون. لعل صرخة هذا البائع الصادقة تختزل وجع الأكثرية الصاحقة من سكان وأهل مدينة طرابلس، عاصمة الشمال وعاصمة لبنان الثانية التي احتلت نشرات الأخبار وارتبط اسمها بأحداث أمنية وعسكرية وإرهابية. كيف يعود الاعتدال إليها؟ تطرف منه صناعة لبنانية، تطرف صناعة كونية، بالتالي ما فينا نجي نقول أنه كيف بتعالج مشكلة بمدينة، بدك تعالج مشكلة ببلد، بدك تعالج مشكلة بامتداد، بدك تعالج مشكلة بمحيط، وبعدها بتصير تقدر تحكي كيف بدك تحافظ على الاعتدال. والاعتدال منه بدلة منغيرها وقت اللي بدنا. الاعتدال ما فيك تكون انت قائد وتعطي الناس إشارة على اليمين وتفوت على الشمال. الاعتدال ما فيك تحكي بالاعتدال بالعلن وتحكي بالطائفية بالسر. الاعتدال ما بينخلق إلا بخلق مساحات مشتركة بين اللبنانيين، بخلق لغة مشتركة بين اللبنانيين، باندماجهم أكثر مع محيطهم وبتعاطيهم مع بعض على قاعدة المساواة وليس على قاعدة الفوقية والتحتية. التطرف الديني والتعصب الطائفي ليس صناعة طرابلسية، هكذا تدافع ابنة طرابلس الدكتورة نهلة الشهال عن مدينتها. أنا ما بعتقد فيه بطرابلس تطرف ديني أكثر مما فيه بمحلات تانية، وبنقدر لو معنا وقت نسبة هيدا الشيء. أنا بعتقد فيه بطرابلس شيء تاني يمكن يكون أعلى حدة من مناطق تانية، في فقر وأهمال وتخلي، في نسب بطالة صارت كل الناس بتعرف إنها هي الأعلى بلبنان، وإضافة لهيدا الشيء في خليني سميهم وسطاء أو متعهدين، سواء كانوا سياسيين قديمين ولا سياسيين مستجدين أو حتى مش سياسيين أبدا، هن عم يستثمروا بهالحالة أو بظواهر حالة عم تطفو على السطح، وهدول عم يستثمروا بالمعنى التجاري والمالي للكلمة. حتى طرابلسية صار عندهم ثقة كاملة وقناعة راسخة إنه في مؤامرة على مدينتهم. تمشي بقلب شوارع طرابلس الرئيسية بتحس بحالك بغير بلد، ما في علاقة مع بقية المدن بلبنان. أما عن تاريخ التعايش الإسلامي المسيحي فحكاية أخرى. طرابلس من زمانه جاي، إذا مات مسيحي كانوا يرتلوا بالمساجد تيحزنوا عليه أنه هذا إنسان نعت الهم وتوفى ويساندوا عائلته. بنفس الوقت إذا كمان توفى مسلم كانوا يدقوا أجراس الكنيس كرمال يعزوا فيه. مثلا في جامع الشوم بالزهرية من زمان المأدنة تبعته علوها، كانت تطل على قصر غريب لوحدهم بلا ما حدا يطلب منهم. أخواتنا الإسلام وطوا المأدنة، هذه شغلة منها هينة كمان. طرابلس التي كان اسمها وادي الكنائس عرفت بعدد الأديرة والكنائس فيها، ومنها كنيسة مارجرجس الأرثوذكسية التي بنيت عام 1878، أي في عهد الأمبراطورية العثمانية. فكيف يشعر أهلها المسيحيون اليوم؟ نحن مسيحية طرابلس موجودين هون، ولا حدا انتهضنا ولا حدا زعجنا، ما حدا بيقدر يغير وجه طرابلس. كمسيحي بخاف من أعلام سود بطرابلس، ما حدا في خاف من أعلام سود، لأنه هيدي من أعلام داعش، هيدي أعلام توحيد لله. يعني منطلب منهم نفسهم اللي حطوا الأعلام يحطوا أعلام لبنانية بدالة تيفرجوا عن انتمائهم الوطني للبنان. جولة في المدينة تظهر بشكل واضح حجم الإهمال اللاحق بها، فيما كل مقومات السياحة والازدهار متوفرة فيها، الكنائس القديمة والتاريخية، المساجد والأحياء الشعبية، الحمامات الأثرية وغيرها، تجعل المدينة برسم الاستثمار والازدهار. فمن يلبي النداء؟